رزان خانوم؟ شو ما بدك تقولي لي؟ تفضلي يا بنتي، الضيف ضيف الله. عفوا تفضلي. بعرف انه حكي رح يزعجك يا بنتي، بس حاسة انه من واجبي احكي معك وذكرك بكم موضوع انتي نسيانتيهم. اسمعيني بنتي، بس بدينا بشغلة لازم نفكر شو رح يصير بآخرتها. إذا كنتي مفكرة إنه حسان رح يطلق سمر ويرجع لك، فبتكوني غلطانة كتير. صدقيني بعيلة عزيز أغلو ما صارت ولا حالة طلاق، وما بتوقع إنه رح تصير هلأ. وإذا فرضنا إنه رح تصير بهالوقت، فرح يكون تمن زواجه منك فوق ما أنتي بتتخيلي وأكتر بكتير كمان. اسمعيني، لساتك صبية وذكية، ليش لحتى تضلي وحيدة؟ بتلاقيها حلوة بحقك إنه تنزلي ضرها؟ صدقيني ما بتلبق لك أبداً. بيقولوا الزرع بيكبر بسرعة، خصوصاً بالأرض اللي بتكون محروقة من قبل. وبيقولوا النبتة اللي بتطلع بهيك أرض بيكون فيها خير أكتر من غيرها بكتير. روقي هلأ وفكري كتير منيح، لا تخربي بيته مشان ما ينخرب بيتك. هي هي الرفقة؟ ليش ما متفضفض لي يا رفيقة؟ قلي شو صاير معك؟ انت اكيد في شي مغيرك. مراد، انا قتلت واحد بالعراق، قتلته وقت رحت لهنيك. كانت عيونه سود كتير وكانوا عم يلمعوا طول الوقت، كان قدامي وموجه سلاحه بوشي فورا. بلحظة صارت عينه بعيني، كان بعمري تقريبا أو يمكن أكبر مني، ما عم أتذكر. كان عم يطلع علي، العرق اللي كان عم ينزل من جبينه ما عم يروح من راسي. لو ما ضربته فورا كان ممكن إنه يقتلني، بس أنا اللي أوصت وشفته وقع على الأرض ومن بعدها مات. صار لي أكثر من كم يوم ما عم بقدر نام، ما عم بقدر أنسى، عم حسه عم يطلع علي طول الوقت. الحرب حياة أو موت، لو تركته كان رح يقتلك. يعني أي حدا محلك بيعمل هيك، مين ما كان رح يقوصه أنوار. المهم إني أنا قتلته والباقي علاك. أنا قتلت زلمة. تفضلوا. شلون؟ بيتنا ثلاث طوابق، في اثنين بانيو وترس وكم بلكونة كمان، وفيه مطبخين الكبير بالطابق اللي فوق، ولا تنسوا المسبح والجنينة والشيمينة هنيك. يلا تفضلوا على الطابق الثاني لحتى فرجيكم يا. ايه، وإذا ما عجبكم لون الدهان فينا نغير الألوان فورا. هاي الغرفة بتطلع على الجنينة، وهون في غرفة لحالها، وهون في غرفة تانية، وهنيك في غرفة، وهون بقى غرفة الجاكوزي. بنتي شو هذا اللي مثل طشت الغسيل؟ لا تسأليني بنوب ماما، أنا مثل هذا الجاكوزي بعرف. شغلة حلوة وبتعمل مساج كمان، بس تجربوه رح يطير عقلكم. بنتي نحن ما بتناسبنا هيك شغلات أبدا. تفضلي خلينا نشوف. تفضلوا لسه قدامنا شغلات كتيرة، تفضلوا. بتجنن ما هيك؟ تعال نشوف باقي البيت. إذا لزمك أي شي خبريني فوراً. بيت حسان بيك مو هيك؟ إيه ليش؟ المعلم قال لي جيب لكم هي. شكراً كتير. أمي القرار هو إلي. شو بدي أقول بنتي؟ أهم شي عندي هو الصحة. تعرفي أبوكي شو وصاني؟ معناتها رح نشتري سعاد خانم. نشتري ابني؟ خلينا أول شي نعرف وين بده يحطنا الجمال.
سمر بس تجوا لعنا انت وصهري من قعدكم بالطابق الثاني، واذا عندكم ولد بنعمل له غرفه لحاله كمان. الف مبروك، اصبح الولد على الطريق. لا لسه. لا تخلونا عم نستنى كثير ابني. شو ما بدكم تفرحونا بولادكم؟ غصون بنحكي بامور البيع بعدين. ايه بس اذا ما اجيتوا على سهرتي بحياتي ما رح بيعكم هالبيت. ما رح نقدر نجي غصون، بدك تعذرينا. والله بسهره عيد ميلادي مستحيل اعذر حدا، انت بتعرف الجو رح يعجبك. ليش لحتى ما نروح السهرة حسان؟ على القليلة بتعرف على رفقاتك. حتى الست الحلوة حابة انها تروح. خلص اتفقنا، رح تجوا على الحفلة كلكم، ما بدي اعذر. حسان ممكن تاخذني اليوم على السوق شوي؟ ايه طبعا، امتى ما بدك؟ اذا بدك هلا. شو نسيت انه بدنا نروح على السهرة اليوم؟ خلينا نوصل اهلك وبعدين بنروح. ماشي يلا. شو هاد قدري؟ ليش ما عم تشتغلي على القائمة اللي عطيتك إياها الصبح؟ اليوم رح نعمل أكلات من ماردين، رزان خانم علمتني عليهم، قال مشان عيلة شهفار. كيفك نريمان خانم؟ أهلين حسان بيك، أهلا وسهلا. هاي مرتي سمر. مرحبا. حلو كتير مرتك، كيفيني أخدمكم؟ أول شي ما يكون مزلط وما يكون ملفت للنظر، بس أكيد بدي إياه أنيق. أنا بظن إني رح لاقي اللي حكيتي عنه، تفضلي معي لجوا، ارتاح أستاذ حسن. شكرا كثير لك. الظاهر عائلة شهفار رح تصير اسطنبولية كمان. نحن شغلتنا مؤقتة رزان خانو. هلأ خلي دينا تاخد الشهادة وبس. أنا وعزام بيك وسعنا الشراكة يا حسان. فيك تقول إنه القصة خلصت. عزام بيك صار شريكنا باسطنبول وبأوروبا كمان. عزام وشركائه رح يكونوا مسؤولين عن النقليات اللي بأوروبا. بكرة رح أتصل برؤوف فورا، صلاحيات التوقيع بإيده، الشراكة جاهزة ناقصة توقيع منه. الله يبارك لنا هالشراكة. شو رأيك نترك أنا وإنت الشغل لهالشباب ونرتاح نحن من وجع الراس اللي رح يجينا؟ شو قلت يا حسن؟ أنا هيك رأيي. حسان ليش ما عم تاكل؟ اسكب لك شوي. شكراً ما بدي. لا تخلونا عم نستنى كتير ابني. شو ما بدكن تفرحونا بولادكن؟ سعاد هالحكي ما بينحكى ونحن على الأكل. رح تصير هالشغلة عن قريب، كل شي بده وقته، كل شي رح يجي دوره. أنا لازم أطلع جاهز حالي عن إذنكن. دينا ما رح تجي معي؟ بلا. شو رأيك حلو؟ ما بعرف، أصلاً أنا ما بدي إياك تروحي لهنيك، خليتيني أندم لأني قلت لك بدور. ما بدي ألبس أسود. ليكي هذا حلو كتير. خلص بدور خلص، حسان رح يروح مع مرته. أنت شو اللي أخذك على الحفلة؟ ولا ما بعرف، بلكي إجا لوحده على الحفلة، شو عرفك؟ بعدين أنا ما بتفرق معي، حتى رح كون مبسوطة أكتر إذا أجوا مع بعض. بدور مانك مجبورة تعملي هالشي، خلص بلاها كرمال خاطري. خلص لا تروحي وتخربي كل شي صار. رح نروح على السهرة أنا وإنتي ورح أرجع مبسوطة كتير. صدقيني اليوم في عندي مفاجأة حلوة كتير إلون. Thank you.
بس توصل على الصنبور رح يستقبلوك هنيك لا تاكل هم. شبك ابني؟ كأنك مرعوب كتير؟ شو عم تحكي؟ طالما انت هون انا ما بخاف من شي. كتير حلو. انا خبرت رجال رح يلاقولك نزار وين ما كان. لا تشغل بالك بالموضوع. يلا الله ييسر لك. يلا بخاطرك. يلا 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 خنقتني. يلا تيسر. مثل ما بدك ومنشوف شو رح يصير. حسان بيعرف الفرق بيني وبين هديك الجاهلة مرته إلا ما يرجع له عقله. بس إمتى ما بعرف. من وين جبتي لهاد؟ كتير حلو. أكيد بستاهلوا. هاد ذكرى قصة لساتها جديدة. أوف دينا الفستان كتير مزلط. حلو كتير غضي نظر. طالعة بتاخدي العقل. ما بعرف شو صار تغيرتي كلك. صرتي سمر تانية. لا لا كتير مزلط رح روح غيره. ديري بالك تغيري. صيري اسطنبولية شوي قدام جوزك. يلا خليني أعمل لك مكياجك. لا ما بدي. حسان قال إنه ما لبق لي. طيب على راحتك. خليني اتمكياج. شو يعني؟ يلا بسرعة. أخيرا سمعتي الكلمة. عم تحكي مزبوط معك حق. هيك منكون خلصنا من هالشغلة بأسرع وقت. يلا خلينا نروح حسان. أنا رح أغير ثيابي وجاي. خليك هون ما في داعي ثيابك ما بهون شي. يلا بخاطركم. الله معكم. الله معكم. الله معكم. الله معكم. الله معكم. خلص أنا ما عاد فيني كمل هي اللعبة. ساوي مثلي وخلص. سمر ليش لحتى نكذب على بعض؟ بالنهاية نحن مانا بحاجة هيك لعبة. أنت ما عم تسمعيني وبعرف هذا الشيء. إذا أنا كنت حابب يصير عندي ولد كنت حابب هذا الولد يكون منك أنت. بس أنا أجيت لعندك نظيفة حسان. فكرتك مثلي تماما. القلوب مثل البلور بس تنكسر ما عاد تتصلح. والحب اللي جواتها بيتلاشى. ما كان في داعي تحطي كل هذا المكياج على وشي. اضطريت اتمكياج مشان الفستان. مانو لاقي لك وما حبيته عليكي. بس انا شايفته كتير حلو. خالي سمر. خالي سمر. أهلا وسهلا رؤوف. شو أخبارك يا حلوة؟ شايفك معبي الطاولة اليوم. قلي شو رأيك؟ ما جبينا تلج. كيفك يا أزعار؟ مها عملينا خيار بلبن. شو صار إبراهيم؟ ايه شو بموقع البناء؟ والله يلعنهم. شو في نزار؟ شو القصة؟ فجروا لي موقع البناء. هاي شغلة رؤوف
أكيد هذا رؤوف وما حدا بيعملها غيره. ما خليني أوش ما أعطيني لك شي بكي بس طلقة طلقتين هاتوا له الله يوفقك بس مرة بقى. مرة روح يا الله يسامحك ما خليتيني أوش قلت لك لا تشرب كل هالقد بس أنت مستحيل تسمع الكلمة شلح وخلصني شلح ما ليشك عم تحكي يا عمري شوفي يا إذا هاليوم يعني شربت وعبيت طاسة وليه؟ شو عامله بحالك لحيانك للآن؟ خلصنا بقى اسكت وارفع ايدك بتعرفي شغلي ما؟ عن جد انت احلى وحدة بكل هالضيعة صدقيني حبيبتي شو هالسان الحلو اللي عندك؟ رؤوف انا بدي منك ولد او شو فيها؟ ليش حتى ما يكون في ولد؟ تعي اورجيك شلون بيجيبوا الولاد صار لنا 5 سنين عم نحكي نفس الحكي نعم يا شو صار لك عم بتنقي؟ رؤوف عيونه لازم نلاقي حل لهالموضوع بسرعة مو حل انه نستنى وبس شو يعني؟ كانوا يقولوا عن امي انها ما بتجيب اولاد بس بعد 5 سنين جابت واحد مثل التور اسمه رؤوف ليكي شو ما كان يكون بنيايا ان زلمة ما في مني طولنا كتير خلي شي دكتور يفحصني يا رؤوف من وين فتحتينا هالموضوع يا لعنة ربعك يلا على إذنكم هاي مرحبا وسو كيفك؟ بالمناسبة حسان طلع متجوز عندكم علم؟ وصدقيني مرته بتاخد العقل يعني حلوة فوق ما بتتصور خلينا نتعرف عليهم اليوم ها ليكن وراكي عن جد بنت حلال لسه ما خلصت حكي عنك وعن عيونك الحلوة شكرا لك عيونك اللي بتشوف كل شيء حلو كيفك وسو؟ منيحة وانت؟ ماشي حال تعال شوف على مين بدي أعرفك يلا تعال معي خلص الإصرار صار وبما أني وافقت إجي بدي إياك تضلي بعيدة عن حسان اليوم تأكدي إنه ما رح أقرب عليه أكتر من المفروض سارة نزار ابنك فجر موقع البناء تبعي شو الظاهر عم تدير أمورك وانت هون عزام شفار؟ ما بيصير تحكي مع ضيفي هو ببيتي بهي الطريقة يا نزار أخي شو ما سمعت؟ عم قلك فجرولي الموقع الشغلة ما رح تخلص هيك ما بيكون اسمي نزار عزيز أغلو إذا ما برد لكم إياها انت عم تغلط يا نزار رؤوف شو بده منك لحتى يفجر لك موقع البناء تبعك؟ عيلة شفار خربوا عيلتي أصلاً كله من ورا هجوازي هاي نزار اهدى شوي عم يقول لك انضرب شغله كيف بدك اياه يهدى يا حسان رؤوف مستحيل يكون له ايد بهالشغله ليش لا يعملها روح اساله انت ليش عمل كل هالشي جاوزت حدودك نزار كل ما بتفوت على بيتي بتكون جايب لي معك مشكله اهلا وسهلا اذنكم لا حسان هي حفله مليانه اكل شباب ليش ما عم تاكل شي انا عم حل الموضوع صحتين وهنا حبيبي صايرة عم دلله كتير لا تقولي يا كتير حلوين هاي شهيتوني يكون مثلكم حسان انت اكتر واحد بتعرف شو هو الحب انا كمان بدي حب واعشق شو ناقصني تعي معي لقلك خليني عارفك كيف بيكون الحب عن اذنكم شكلك طلعتي موهوبة بالتمثيل انا برأيي تقدمي على معهد التمثيل فورا تمثيلك بياخد العقل أنا كتير بعتذر
حسان سهيل. لك أهلين وسهلين. لك كيفك؟ أنا سهيل باشران، رفيق هالطايش بأيام الجامعة. وأنا سمر، مرته لهالطايش. شرفت بمعرفتك. شكراً. جوان؟ خير دينا. شو بتريد؟ عم اسمعك. ليش شو في لتسمعني؟ دينا انت مريضة شي؟ ليش؟ انت اللي ناديتي لي، بدك تقولي شي؟ يعني انا نسيت شو بدي اقلك. معقول؟ معقول؟ الانسان ما بينسى، بس بيخاف من انه يتذكر. تفضل. شكرا لك. ترقص شوي. انت هيك بدك ولا هذا جزء من اللعبة؟ تفضل. صراحة بلشت حبة لهي اللعبة. تركني عم توجعني حسان. قدران اسمع صوت قلبك. لا تساوي هيك قدام الناس إذا سمحت. ماني قدران، أنت مسيطرة علي، بعدين أنت اللي بدك ترقصي معي. حسان لا توجعني لأني رح. قوليها، قولي إنه ما بدك ياني بنوم. إذا ما بتقوليها ما رح أتركك. إذا ما قلتيها بتضل الصبح هيك. لا تحلم إني أقولها. معناتها خلص أرضي بقدرك. قولي أنا إلك. يلا قوليها، قولي إنه أنت بتحبيني. هاي من قواعد اللعبة، حتى لو توجعت ما لازم تبين حسان بيك. قلتيلي ما رح تصيري مرتي. طيب فيكي تصيري حبيبتي، على الأقل هيك بنكون بلشنا مثل أي حبيبين بيحبوا بعض. لا تحكي هيك شغلات هلأ لو سمحت. بجوز ما تصح لي هاي الفرصة. يلا قوليها. وعدك انك رح تخسري. انت اللي رح تخسر. سمر. طولي بالك، في سوء تفاهم.
أنا بعرف إنك بتحبيني. أنا بكرهك من كل قلبي. ما رح انزل. قلت لك انزلي. بدك تجي معي. لك شو عليك؟ احنا بالبريه يا اخي. انت ما تدخل هي مرتي. لك شو عم تساوي انت؟ اطلع يلا. لك وين يا اخي؟ ما حاسبتونا. وين بدنا نوصل بالأخير؟ لا تقليلي إنك ما عم تحسي بشي، مو مزبوط وما رح صدقك. طلعي لوين وصلتينا، هذا كله من عناتك. طيب مثل ما بدك خلص، بس أنا كمان رح كمل لحتى كسر راسك اليابس. الحياة ما عادت فارقة معي، ماني خايف من الموت. يلا قولي بتحبيني، قولي. ما بحبك. قلت لك قولي انك بتحبيني. لك ما بحبك. لا بتحبيني. ما بحبك. ما بتحبيني؟ طيب يعني ما رح تقولي. سريع قد ما بدك، اصلا انا عم موت باليوم ألف مره. يلا سريع اكثر. يلا سريع اكثر من هيك، دوس على البنزين. يلا يلا اسرع. مبسوطة لأنه رح روح على الجامعة ولأني عم شوفك كمان. أنا كتير مبسوطة لأني هون. بس بتعرفي إني ما عم بقدر إجي، أنت يلي لازم تجي دائما. رح تعمل عملية عن قريب، بلكي كل شي بيتغير. لسه مو مبين، بجوز نطلع نتمشى على شط البحر. مزبوط، بلكي. بس ما حدا منا بيعرف شو ممكن تكون النتيجة. لا تحكي بهالطريقة، بس خليها تصير هالعملية والباقي لبعدين. بالأول كان أملي كبير، بس كل ما قرب يوم العملية صرت عم خاف أكتر. حاجة لا تعمل هيك وشيل هالأفكار من راسك. إذا بدك رح كون جنبك وما ببعد عنك ولا دقيقة. ولا تخاف، أنا دائماً رح أدعي لك. كل شي رح يكون منيح ورح تشوف.
سمر؟ شو صار؟ حسان راح معصب كتير، مو عارفان شو عم يساوي. ما راح يصير له شي، لا تخافي. كان عم يسوق السيارة مثل المجنون، خايفة يعمل حادث يا جوان. هلأ بروق لك يا، يلا تعي معي. تنبيهم 217 للفرقة 34 و44. ما عم يرد علي. خلينا نعمل شي جوان، لازم نلاقي حدا يحكي معه ويحاول يهدي له أعصابه. ممكن تهدي حالك؟ إذا موبايله مسكر كيف منوصل له؟ طيب شو بدنا نساوي؟ يعني رح نبقى هيك ناطرين؟ ما في أي حل تاني، حسان ما بيعمل شي غلط، مانو من هالنوع، فلا تخافي. معناتها أنت ما بتعرفه. دينا أهلي شكلهم رح يناموا. يلا جاي ماما. ديري بالك حدا يشوفك، بس يناموا أنا بجي باخدك. دور افتحي الباب، افتحي الباب، بعرف انك جوا. روح ما بدي افتح. افتحي بدور، نحن لازم نحكي. ما في شي نحكي عنه. قلت لك افتحي هذا الباب، رح تفتحيه. يلا افتحي لشوف، افتحي فورا احسن ما اكسره. يعني شو بدك تقول؟ بدنا نحكي. تعال بكره الصبح، انا ما فيني افتح لك هلا. افتحي الباب بقى، اذا ما حليت هي القصه هلا ما رح روح. روح على بيتك، تركني بحالي بقى حسان. انا رح حاسبك على اللي عملتيه. ماني ندمانة أبداً، وما في شي تحاسبني عليه. تعيوا ليه؟ عمل لك افتحي الباب. حاولت أحكي معك بالمنيحة بس ما فهمتي شو ساوي أنا. فهميني أنت شو بدك، وإذا هدفك أنك تخربي لي حياتي لكك خربتيها. حسان لا بقى تعيط علي، منحكي بس اهدى شوي. ولا بقى تعيط لو سمحت. رح تصلحي اللي عملتيه، وهذا اللي برقبتك رح ترجعي لصاحبته، فهمتي؟ ما عاد يلزمني أبداً، خود خلي لك يا. لا مو هيك، بدك تجي وتسلميه بإيدك وتعتذري منه كمان. حسان شو اللي عم بتقوله؟ سمعتي اللي قلته؟ لا مستحيل. رح ترجعي الطوق لصاحبته ورح تعتذري، فهمتي شو قلت؟ طيب ماني خايفة من هديك الغبية. اسمعيني منيح، أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع مرة تانية. واضح أنك معندة ومصرة أنك تولدي هذا الولد، وأنا شو ما رح تطلبي مني مشان هذا الولد رح أعمله، وشو ما كانت مسؤوليتي أنا جاهز. بس أنت كمان لازم تبعدي عن عيلتي، ولازم تبعدي نهائياً عن مرتي سمر. سمعتي شو حكيت؟ ايه طبعاً سمعته. معناتها خلصت القصة؟ ايه خلصت بالمرة. وهذا الطوق بترجعي لها اياه فوراً. حضرتك بتكون صاحب البيت؟ لا أنا، أنا في معي شكوى ضدكن، قال إنكن عم تزعجوا أهل البناية. بس نحن ما زعجناهن. بس جيرانك اشتكوا، لتعطوا إفادتكن لازم تجوا معنا فوراً على المخفر. بعدين نحن اجتنا اخباريه بانك متجاوز السرعه يا حسان بيك، تفضلوا. عميرن حسان وينك؟ انشغل بالنا عليك. انا بعد شوي بجي جوان، لا يشغل بالك علي. حسان كل شي منيح، بعد شوي بيكون بالبيت. وين كان الافندي؟ بس يجي منعرف. ما عم صدق، اكيد صاير معه شي مو منيح وانت عم تخبي علي، ما هيك؟ سمر ممكن تهدي حالك شوي؟ صوته كان كتير منيح وانت عم تضايقي حالك على الفاضي. شو امتى قال جاي؟ بده يجي بعد شوي.
شو صار؟ لا تكونوا رجعتوا تخانقتوا. ما في شي مهم، لا تشغلي بالك. مو على أساس ما بتخبي علي شي؟ ما في شي لحتى خبيه دينا. ما عاد حكيتي لي شي عن حالك من زمان، بس أنا بعرف. لو ما حكيتي بعرف، لو تعرفي بس قديش بعرفك. هلأ أنا أفكاري مشتتة، فينا نحكي بعدين لو سمحتي دينا. بس لما بتتضايقي أنا كمان بتضايق. خلص دينا، قلت لك ماني متضايقة من شي. أنا هيك بعرفك. معقول ما بعرف أختي لما تقعد تسكت ولما تكون زعلانة؟ أنتي عم بتخبي زعلك، أكيد في حدا زعلك. لا تخبي علي، أنا جنبك. أنا همي حسان يا دينا، كل ما للأمور عم تصير أسوأ.